إخوة تبارك الله عليكم، فشي إخوة طالبوني قال لك داك المعلومات اللي عطيتينا في التليجرام أو مثلا اللي كان لوح في المنتدى ديال القناة، فقال لك ماذا بك أنك تفسرها لنا هكا أوديو. فبطبيعة الحال التليجرام هو هذا، الناس اللي ما عندهمش التليجرام يتيليشارجيو، فكتحط بحرية ماشي بحال الفيسبوك أو بعض المواقع ديال التواصل الاجتماعي، فكتقمعك ما كايناش حرية التعبير أو حرية فعل. غادي نحطو لكم دابا، فقلت لكم اللي ما كيعرفش الاخبار فاكا سيستم ها هي، فيدخل الاخبار تقريبا كامله كنحطها هنا. ديجا لحقت في المنتدى ديال القناه بعض الامور، فهضرت على الجديد، فغير اللي قلت لكم فكيوقع النقل، فكاين شحال واحد كيقول لك انت اللي كتنقل، فبالعكس انا معايا واحد الشخص الحمد لله فكيحط الاخبار صحيحه، فهو ما باغيش يبان، ما باغيش يكون في الواجهه، فبطبيعه الحال كيعطي لواحد اخر انه يعطي الجديد للناس. كنظن شيء عادي يعني، ما كاينش شي مشكل. قلت بان من ضمن الاخبار اللي ذكرت فكاينه الباقه الايطاليه، فقريبا غادي تطرح ان شاء الله على الفوريفر، على السيرفر ديال الفوريفر. الاس بي 1، الناس اللي كيسولوا على الاس بي 1، فالاس بي 1 هو سيرفر يعني من ضمن السيطالية في قبضه الفوريفر، وقريبا غادي تطرح على المعالجات اللي كتحتوي على المعالجات ديال الهي سيليكون والروك شيب والمعالجات ديال الـ ALE 6621 اللي كاينه مثلا في اتومو، اللي كاينه في ستارسات 200. اللي كيسولني على ستارسات 200 والاتومو فهادو نفضوا من السوق ما بقاوش. يعني انا كنت كنمشي عند شي دراري اصدقاء ديالي كنجيب منهم، ولكن غير كنوصل للمحل كندير اشهار في فلاشين فاوتوماتيكمو كيتسالاو، كيوقع الدوموند عليهم. يعني انا كنعتذر للناس يعني، وكان لقيت شي كميه كبيره وكان راه جبتها. الخبر الثاني يعني اللي مهم ومهم بزاف، فهناك تجارب يعني على اضافه الباقه الالمانيه والباقه البريطانيه، ومن بعد غادي تزاد الباقه الايطاليه، غيتزادوا على المعالجات ديال جي اكس 6621 وعلى المعالجات ديال جي اكس 6615 وعلى المعالجات ديال جي اكس 6628، وربما ربما ربما يقدروا يتزادوا هذا الا نجحت لهم بطبيعه الحال التجارب على جي اكس 6605 اس وجي اكس 6605 العادي. بالنسبه لهذا الخبر الثاني. الخبر الثالث قلت لكم ان الفريق ما بغاش يضيع متعه كاس العالم بالفلاشات، فخلى حتى داز كاس العالم عاد خرج الفلاشات باش ما يوقعوش مشاكل اثناء المشاهده ديال كاس العالم. فمنين داز كاس العالم فالان الاجهزه غادي تشهد الفلاشات ديالها او غتعطى لها الفلاشات، ومن بين هاد الفلاشات الجد ديال الفلاشات فتثبت التطبيق ديال الابولو وتثبيت السيرفر ديال الفوريفر، وبطبيعه الحال غتظهر واحد التقسيمه جديده ديال السيرفرات ديال الفوريفر، وراني حطيتها انا في التليجرام. غتكون التحديثات اللي تثبت اغلبيه كما قلت لكم السيرفر ديال الفوريفر والابولو، وغادي نجي لواحد الخواص غادي يضافوا ان شاء الله. الخبر الرابع الخبر الرابع هو غادي تظهر واحد الفلاشات جديده ان شاء الله للاجهزه الحامله للمعالجات ديال الهي سيليكون والروك شيب، وغادي تظهر حتى للمعالجات ديال الـ ALE 6621. بالنسبه للهي سيليكون والروك شيب، اولا تصحيح عده امور اللي خرجات في اللانشر الجديد، لان شحال وحدين تشكاو من اللانشر الجديد مثلا ما كيخدمش معاهم فاش كيجيو يديروا اونغوجيستري او حفظ ملف القنوات ما كيبغيش، فهاد المسائل هادي غادي تعالج. لان انا كانت تعطات لي جوج ديال الفلاشات من الاخ اللي كيخدم مع ستارسات، فتعطات لي جوج ديال الفلاشات، دوزت الفلاش الاول لقيت فيه العيوب، هذاك هو اللي تعطى لكم عطيته له، عاد عطاني الفلاش الثاني قال لي جرب هذا، لقيت الفلاش الثاني رائع وهو اللي غادي يخرج لكم استعدادا الفلاش الثالث اللي غادي يخرج. يعني ساعدوا على جوج ديال الفلاشات. اللانشر واش غادي تغير؟ غادي تضافوا جوج ديال اللانشرات، هذا اللانشر اللي كتشوفوا جديد، وكاين لانشر جديد ان شاء الله جاي راه كيخدموا عليه. الناس اللي كتسول على اللانشر فانتوما اللي ضغطتوا على الشركه، لان كانت مشاكل في اللانشر الاول بقوه البوت البوت البوت، فقلت لكم راه باش توجد لانشر راه خصك واحد المده، خصك على الاقل
سبع شهور ست شهور ثمان شهور باش يوجد اللانشر، لان اللانشر راه كيحمل بزاف ديال الخصائص وخصو يوالم المعالج ديال الجهاز. دونك الخبر الرابع كما قلت لكم فلاشات جديده غادي تظهر على المعالجات اللي كتحمل الهي سيليكون والروكشيب، وبطبيعه الحال راكم كتعرفوها كاين الاكس 1 الاكس 2 الاكس 3 الاكس 4 الاكس 55 والاكس 7. الخبر الخامس اغلب الشركات كتستعد لطرح انواع جديده للاجهزه، من بينها الشركه الايكولانغ، من بينها الشركه الفيزيون، بينها الشركه ديال ستارسات. فهادو بطبيعه الحال شركات اللي انا مقرب او كنعرف الناس اللي خدامين فيهم، يعني كاين تواصل الحمد لله مع هاد الناس هادو، وناس تقنيين وتقنيين بحتى اللي كنظن الناس اللي تعاملوا مع ثلاثه ديال الشركات فراه شافوا التعامل ديالهم كيفاش. بالنسبه للشركات مثلا نذكروا منها الميديا ستار او بعض الشركات اي ستار او هذاك، فهذوك شركات مشرقيه، يعني خصكم تسولوا الناس ديال المشرق، يعني الناس اللي مثلا الاردنيين العراقيين المصريين هما اللي يقدروا يعطيوكم الخبر ديال هاد الميديا ستار اي ستار تايجر. فمثلا كاين واحد الجهاز تايجر كيشبه للاتوم، ولكن باش تجيبوا لهنا يعني راه متوفر، باش تجيبوا لهنا راه غالي بزاف، يعني الجماريك كتحط لك واحد الرفع كتحط لك واحد القيمه يعني رسوميه فشويه قاصحه في الثمن. فقلت الخبر الخامس هو ان اغلب الشركات كتستعد لطرح اجهزه جديده. الايكولانغ ربما غادي تطرح ثلاثه الانواع ديال الاجهزه، فإلا كتشوفوا راه قبل راني قلت لكم غادي تطرح جهاز جديد، فما كنتش كنتوقع انه غادي يخرج هذا، ولكن راه طرحات. انا كنت كنتوقع جهاز اخر ولكن طرحات هذا، وطرحات جوج ديال الاجهزه ديال الاندرويد وبجوجل رسمي باندرويد رسمي، يعني بحال الشكل ديال بحال الشاومي بحال يعني اندرويد ممتاز. بالنسبه للفيزيون اغلبيه غادي تطرح بعض الاجهزه على سميتو اللي حامله السيرفر ديال فانكام، وعاد موراها غادي تطرح واحد جوج الاجهزه ديال الفوريفر، وكاين جوج الاجهزه اللي كتحمل السيرفر، واحد ديال ستار كام برو وديال الفونيكس. بالنسبه للستارسات فاغلبيه غتخرج واحد الفوركي راه قريب يدخل المغرب وديجا صرحت عليه، واحد الهي سيليكون يعني اللي كيحمل المعالج ديال الهي سيليكون، وتقريبا جوج الانواع ديال الاجهزه اللي غادي يحملوا السيرفر ديال الفوريفر. هذا بالنسبه للخبر الخامس. منين دويت مع التقني ديال الشركه ديال الايكولانغ قلت واش غادي تطرحوا، قلت له واش غادي تطرحوا شي شكل بحال الشكل ديال الاتومو، قال لي غادي يكون ولكن غادي يكون في تفوليفه او في قوائم جديده، هو المعالج نفس المعالج ولكن قال لك غادي يحمل حوايج مغايره للاتومو. دونك انتظروا الجهاز اللي غادي يخرج بالمعالج ديال الاي ال اس 6621. بدايه ديال 2023 ماشي 2000. كما قلت لكم ستارسات غادي تطرح جوج ديال الاجهزه جداد، وديجا راه طرحات الجهاز ديال 220 4K اللي كيحمل المعالج ديال الاي ال اس 6621، ومعالج ديال الروك شيب اللي سميتو الاكس 55. هادشي اللي كاين فيزيون اللي ذكرت شنو غادي تذكر. بالنسبه للاسترا الناس اللي كاين الاخر سيتم حل مشكل توقف قنوات الكانال بلس والبيين بطبيعه الحال في التحديثات القادمه، لان غير واحد الديكالاج بسيط. ف وبالنسبه للناس اللي كيذكروا على الموفي ستار، فالموفي ستار غير كتساعد انها تطرح واحد الباقه في الاجهزه ديال الاندرويد في الاجهزه ديال الابل، ف بواحد القيمه منخفضه باش تغطي داك الخسارات اللي وقعوا لها في يعني القرصنه ديال الباقه ديالها ديال الموفي ستار. اما بالنسبه للباقات ديال فرنسا فغادي تتم معالجه الامور وغادي تطرح فلاشات جديده باش تصحح هاد الامور. الباقه ديال البيب سبور غادي تطرح جوج ديال الاجهزه غتخدم بالتقنيه ديال ستريمين. شنو هي التقنيه ديال ستريمين؟ يعني الاي بي تي في، هذه الباقه ديال البيب سبور او الباقه البنفسجيه اللي كاينه في النايلسات او في سويلسات. فغتطرح جوج ديال الاجهزه بمعالجات قويين وباشتراكات نقدر نقول لكم اقل تكلفه من الشركات اللي كاينه في الساتيليت بطبيعه الحال هي بالتقنيه ديال ستريمين يعني الاي بي تي في. فاغلبيه ديال الناس غادي يمشيو لها، فهي كتحاول تقلد الاو اس اي. صافي خوتي الفريق ديال الكوسات مستعد لتجربه خاصيات جديده غادي تطرح
المعالجات ديال جي اكس 6621 والجي اكس 6605 والجي اكس 6628 والاي ال اس 6621 والهي سيليكون والروكشيب. هاد جوج خاصيات غادي تطرحوا، اول حاجه غادي تطرحوا فيها هي الروكشيب والهي سيليكون، عاد غادي يتطرحوا على المعالجات الاخرى اللي كتحمل السيرفر ديال الفوريفر والفانكام. ولكن اول اجهزه غادي تتمتعوا بهاد جوج خاصيات هي هي المعالجات ذات الهي سيليكون والمعالجات ديال الروكشيب. على حسب ما وصلني من الاخبار فكاين البيت ستريمين غادي نشرحها، وغادي نشرح لكم حتى الاي بي بي غادي نشرحها لكم. فهادو هما جوج خاصيات. الخبر الاخير شرح بعض التقنيات فك التشفير اللي استعملت. بطبيعة الحال السوفتوير خصو يكون قوي، فإلا لاحظتوا مثلا الاس بي 1 فتستعمل في المعالجات الكبار بحال الهي سيليكون بحال الروكشيب وبحال الاي ال اي السوفتوير، فباش تجلب الشفره وتعاود تقرا فخصها معالج كبير. داكشي علاش كيحاولوا انهم يجربوها على المعالجات ديال جي اكس 6621 وجي اكس 6605 وجي اكس 6628. يعني نقدر نقول لكم